صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحيه صباحيه ازفها اليكم من هنا من قناه البلاد، من هذا البلاطو الجميل اللي تشوفوه كل صباح. اليوم رانا الخامس نوفمبر 2019 وراح نتكلموا على عدة مواضيع. نبدأها ربما بالأخبار ثم نتواصلوا ولا نواصلوا وراح نتكلموا على الحدث اللي هو صالون دولي للكتاب اللي راهو يلقى رواج كبير وفيه عدة أنواع من الكتب ولا أنماط من الكتب والروايات اللي تشهد هذه الأيام رواجا كبيرا وإقبالا معتبرا من طرف الجمهور. راح نتكلم كذلك في الفقرة الثانية عامين البرنامج حول موضوع مهم جدا، ولكن راح نجيب لكم ضيوف مميزين، وبما أنه تزامن وجود الضيوف هنا في بلاطو 100 دقيقة راح نواصل نتكلم على كيف يمكن إنقاص الوزن ب طرق يقولوا يعني العزيمه والقدره في انقاص الوزن، وربما حندير نعمم هذه الفكره على جميع المجالات. بالعزيمه نستطيع ان نتغلب على الكثير من السلبيات. نبدا مباشره الفقره الاولى من البرنامج بالاخبار معك يا نزيهه. صباح الخير. صباح الخير فيصل، صباح الخير وليد، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي تابعونا. وكما قلت صباح الخير وليد من قسم الاخبار وليد مرجاوي. شكرا لك. صباح الخير فيصل، صباح الخير نزيهه، وصباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا اليوم عندكم أخبار كثيرة راح تقدموها لنا. أكيد في الرياضة كل يوم كاين جديد، كل يوم كاين جديد، خاصة كي تكون المنافسة. هذا هو اللي راح نتكلموا عليه اليوم. أكيد راكم حابين تعرفوا النتائج تاع مباريات يوم أمس، لكن بعد قليل معك والدي يا أخي. داكوغ، دوك نروحوا ليك نزيهة. نبداو بخبر، جبت لنا خبر اليوم سياسي وفي شوية جزائريين كانوا يسمعوا بزاف بالمحاكمات. نعم، يعني عودة المحاكمات مجددا لمكافحة الفساد. اليوم وزيرة الثقافة أو أمس التحقت وزيرة الثقافة بسجن الحراش. أكيد طبعا الحبس الاحتياطي. نعم، وهو كذلك فيصل، حيث أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمس كان طلب بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خالدة تومي بالحبس الاحتياطي بسجن الحراش، حيث تتابع بقضايا تتعلق بسوء استعمال السلطة، تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة أثناء توليها لحقيبة الثقافة ما بين 2002 حتى سنة 2004، وخاصة في الشق المتعلق بتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2011. طيب هذه تتعقب يعني عدة يعني في إطار مكافحة الفساد، الفساد دائما عدة محاكمات كانت يعني عدد معتبر من الوزراء. هذا يعني رغم أنه فيه مشاكل في القضاء، القضاة يعني الاحتجاجات، لكن هذا ما أثرش على سيرورة القضاء الجزائري، خاصة لما يتعلق الأمر بوزيرة سابقة تحاكم وتسجن. يعني تشوف باللي قضاء الجزائري في هذا الوقت بالذات فيه من ينتقد ربما هذا الوقت، قال كيف يعني القضاة في إضراب، ولكن في نفس الوقت يقومون بمحاكمة خالدة تومي الوزيرة السابقة. ربما القائمين على قطاع العدالة حريصون جدا على محاربة الفساد واستكمال المسار. هذا الذي نتمناه وهذا الذي نريده، وإن كانت هناك عدة ربما وجوه أخرى أو عدة أسماء لا تزال تنتظر أو يزال الجزائريون ينتظرون. لكن أسماء تحقيقة في سجن الحراش، يعني هذا ديجا هذا يكفي في وقت سابق ما كناش نشوفها في الجزائر. الحمد لله هذه سابقة، يعني عشنا وشفنا هذا العباد الكبار يعني اللي داروا الفساد بزاف في الجزائر راهم في سجن الحراش. نعم سابق. ربما يكونوا عبرة لمن حيجوا بعدهم باش ما يشاركوش ويساهموا في الفساد. طبعا هذا هو اللي حتى في بعض الدول العالم كانت نماذج مثل هذه، أنه أي إنسان فاسد يروح للسجن. شفنا ربما في ماليزيا، شفنا في كل دولة، حتى في إفريقيا، في حدة الدول الإفريقية المتطورة، أنه فيه بعض يعني لما يجي رئيس جديد صالح ورئيس اللي يقدر ولها سلطة اللي تقدر تثبت ذاتها أنها أول من تكافحه مكافحة الفساد والفاسدين، أنه هما اللي راح يأثروا على خاصة كل المسؤولية المجتمع. فيصل يعني في المستقبل باش تولي يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته، حقيبة وزارية يعرف باللي المسؤولية هي تكليف وليس تشريع. نعم، وربما يعرف أنه تحت المراقبة، هذا هو الأهم، ويبقى دائما يخاف أنه غادمنا يخص فلس من خزينة ولا من ميزانية هو اللي راح يتحاسب ويتعاقب. أكيد كاين العدالة يعني في المسألة، كاين العدالة، وهذا اللي نتمناه، تتواصل العدالة وتكون مستقرة وحرة.
هذا الذي نتمناه. خبر آخر سيسعد الطلبة، سيسعدكم زملائي الطلبة، بس أنا مش طالب خلاص كملت أصدقائي الطلبة، سيسعدكم خبر من وزارة التعليم العالي التي تتجه نحو رفع منحة الطلبة. أكيد فيصل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتزم إعادة مراجعة منحة الطالب، وذلك أثناء مناقشة قانون المالية 2020، بالإضافة لإعادة النظر في الخدمات الجامعية وتعويضها بالدعم المباشر للطالب الذي أضحى من حقه التصرف المباشر للحصول على الإيواء والإطعام. ربما جميل. هذا المشكل أرق الكثير من الطلبة، خاصة الذين يقيمون يعني في الإقامات الجامعية، يكونوا بعيدين يعني عن المنازل توحهم وعن العائلة توحهم. طبعا منحة الطلبة أنا لما كنت نقرأ هي نفسها، لما درست أنا قبل دوك 10 سنوات هي نفسها. نعم. يعني 4000 دينار جزائري كانت قبل أنا كنت دخلت الجامعة، باش نقول كانت أقل، كانت 130000 ولا 170000 لثلاث شهور. نعم. ثم رجعت 4000 دينار، كانت 1300 ولا 1800 1700 نظن دينار، بعد رجعت 4000 دينار وبقات 4000 دينار، لا تزال 4000 دينار، يعني 4000 دينار طالب جامعي 3 شهور يعني بمعدل 1350 دينار، 135000 للشهر، يعني ما حد يلوال شو يعمل بها الطالب 135000 للشهر، يشري بها شوميزي ما تكفيش. أكيد يعني باش نكونوا، العلم يحتاج إلى المال ويحتاج طبعا إلى جهد ويحتاج إلى بذل الجهد، وبالتالي لما يكون طالب في 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 الكومفورت زون تاعو، يعني المنطقة اللي يكون فيها مرتاح، يقدر يمد ويقدر، خاصة بعد التخصصات، يعني تلقى طلاب ما عندهمش اصلا الوقت باش يزاول يعني نشاط واحد اخر يعاون به روحه، عكس بعض التخصصات اللي عندهم الوقت وتلقاهم يخدموا خدمه واحد اخرى كيما يعني كنا نديروا. يعني على ذكر التخصصات، انه التخصصات العلميه يعني تحتاج الى يعني مبالغ ماليه يصرفها الطالب اثناء مشواره الدراسي. يعني ابسط شيء الانترنت، اذا كان باش يدير انترنت في الهاتف ديالو يحتاج على الاقل 2000 دينار، يعني باش يخدم الانترنت اشتراك شهري، يعني لا يدير بها ولا شيء يدير الانترنت، ما نحكوش على الفوتوكوبي والكتب والنقل وكذا. الآن ربما فيه إعادة تنظيم هذا هيكل الخدمات الجامعية، اللي نتمنى أنه يعاد تنظيمه ليكون في متناول جميع، خاصة فيصل مع تدني الخدمات الجامعية اللي نشوفها اليوم، أنه الطالب يعني حتى الإطعام يعني يكون ربما يعطوهم وجبات خفيفة، يعني وأغلبهم غير صحية في أغلب الأحيان، وجبات يعني تكون يتناولوا وجبات خارج الجامعة. نتمنى أن القطاع الجامعي يتحسن أكثر، لأنه تحسين قطاع الجامعة هو تحسين لبناء إطارات المستقبل. أكيد هذا الشباب الطالب اليوم تشوفوا طالب، تأكد أنه غدا هو إطار الدولة، وهو المدير، وهو الأستاذ، وهو القاضي، وهو المسؤول، وهو الوزير، وهو كل هذه الإطارات اللي نشوفهم. نعم، وما بعد ما يكون الطالب في أريحية يقدر يقدم أكثر، طبعا البحث العلمي يقدر يروح البحث العلمي، يقدر يكون هو في 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 يعني يشري كتب، يعني نقص التمويل ربما اللي تخلي الطالب ربما يوصل شهادة ليسونس ما يكملش في دراسات العليا، يقول لك ربما نخرج باش نخدم باش نعاون روحي. ان شاء الله يعني هذا رفع المنحه هذه حتساعد ان شاء الله، على الرغم انه متاكد انه ما راح تكون زياده كبيره. انا اتمنى تكون زياده مليحه، نتمنى تكون زياده كبيره، كل اقل معتبره ولا إن شاء الله تكون شهريه كبيرة، يعني باش تعاوننا. هو كثير فيه كثير من المطالب تقول انه لو يقدموا لهم يعني المنحه هذه ما تكونش عينيه، يعني تكون ما تكونش يعني خدماتيه، ما تعطينيش الايواء وما تعطينيش النقل وما تعطينيش الاطعام، اعطيهم لي مبلغ مالي انا ندبر راسي، يعني ندبر اموري، ربما تكون أفضل من أنه أكيد. الطالب ربما حيكون أفضل من أنه تمدهم له في خدمات معينة هو ما يستفيدش منها، الأغلبية ما يستفادوش منها. نروح إذن للصالون الدولي للكتاب اللي يشهد كذلك إقبال كبير من طرف الطلبة وكذلك فيصل. من طرف مختلف فئات الجمهور والمتابعين والقراء، حيث يتواصل ليومه السادس على التوالي، تلقى روايات الرعب والرومانسية رواج كبير من طرف الزوار، البعض يفسر الأمر من زاوية العناوين تجارية بالجذابة، والآخر يبرر بمحاولة بحث القارئ الجزائري عن عوالم افتراضية غير موجودة في الواقع. وكان في هناك ربما كتاب تحت عنوان غريب، كيف تقتل زوجتك، أكبر اللي نقدروا نتابعوا تفاصيل القصة تاعه في تقرير أعدته لنا الزميلة زينة تامري إن ممكن. كيف تقتل زوجتك؟ كتاب للمؤلف حسام الزغبي من الأردن، أقبل عليه زوار صالون الجزائر الدولي للكتاب منذ أولى أيامه. هذا الإصدار الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي نفذ في اليوم الثاني من عرضه.
كيف تقتل زوجتك كتاب صدر حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2019 حقوقه فقط لفضاءات للكاتب حسام الزعبي كاتب وروائي أردني مقيم في الإمارات. كيف تقتل زوجتك حقق صدى واسع جدا في معرض الكتاب سواء على صعيد المعرض أو على السوشيال ميديا الجزائرية بشكل أو بآخر. العنوان جدا كان ملفت وشعرت أن معظم الرجال يودون التخلص من زوجاتهم. الكتاب هو كتاب جدا رائع من حيث المضمون بحيث يوضح لك عن كيفية العلاقة التي يجب أن تكون ما بين الرجل والامرأة. كتاب جدا جميل وكانت مبيعاته جميلة بصراحة. تفاجأت أنا لم نحضر العدد يعني الكبير من مبيعات قياسية. كان جميل كان حقق صدى جميل ومبيعات جميلة. لم نحضر عددا كبير نفذت النسخ في أول يومين من المعرض. قراء يميلون إلى الرواية العاطفية حقيقة أكدها الزوار أنها هروب من الواقع أو حتى مقارنة بين تجارب القارئ وما يريد أن يكون في واقعه. يقرأوا هذه الكتب لربما باش يدير مقارنة بين وش رانا عايشين وش كاين في الكتب. ربما كاين أمور يصيبها كاين حاجة ما يصيبهمش. والمرحلة الحب قبل الزواج وبعد الزواج هناك فرق كاين فرق كبير خاصة إن هناك يكون تصادم ويكون يكونوا خطان متوازيان هيدا ترش عليهم بعد الزواج يبان الحب الحقيقي. مي قبل الزواج يقدر يكون شي ما يكونش. مي وش كاين في الكتب وش كاين في الواقع يقدر يكون يقدر ما يكونش. عناوين مثيرة تسويقية تتسابق للظفر بأكبر عدد من القراء في الصالون الدولي للكتاب لهذا العام ليبقى محتوى الكتاب هو الفيصل. هو الفيصل محتوى الكتاب. لست أدري ما في هذا الكتاب من محتوى لكن العنوان غريب فعلا. نعم وقالوا أنه يعني المؤلف قال أنه الكتاب يعني نفذ خلال اليومين الأولين من الصالون. طبعا عنوان غريب يعني ربما الجزائريين كلهم يودون أن يقتلوا زوجاتهم. أعتقد عنوان تجاري لكن ربما كنت أقول يكفي أن تكون شرقيا لتفعلها. نحن نتمنى أن نحيي زوجاتنا وتحيي النساء أزواجهم. أكيد هذا فيصل. لا نريد أن نقتل أحدا ولكن نريد أن رغم انتشار الظاهرة مؤخرا للأسف. يعني في كل مرة نسمعوا راجل يقتل الزوجة دي. الله يستر. يعني منذ أول أمس فقط قام زوج من ولاية سطيف بقتل زوجته وثلاثة من أبنائه. لا أمور غريبة للأسف. جدا تحدث في المجتمع العربي المسلم وإن كان مكناش نسمع بها في السابق وما كانت لدى المجتمعات الغربية. كنا نسمع خاصة في أمريكا والناس اللي يعني تكون عندهم ديبريسيون يعني انهيارات عصبية كبيرة جراء الضغط الناجم عن طبيعة الحياة في هذه البلدان رغم أنها متطورة. لكن بالنسبة لنا لم نكن نسمع بهذه الحالات. نتمنى كما قلت أن نحيي جميعا بعضنا بعضا إن شاء الله. نختم بالتفاؤل ونختم بفيديو للأمل جاءت به نزيهة اليوم. أكيد فيصل في هناك فيديو لطفل تعرض لحادث يعني وبعد تعرضه للحادث يعني تم قطع رجله وبترت رجله. أكيد فيصل وقاموا باستبدالها بأرجل اصطناعية وهذاك الطفل يعني بعد شاهد الفرحة تاعه يعني بعد ما عاود المشي مجددا نشوف الفرحة تاعه كما مش نتابعها في الصور الآن. طفلة صغيرة أكيد فيس. اليدين والرجلين نشوف هذه الصور جميلة جدا كيف تعود الحياة إلى شخص كما قلت في الفيديو يبعث الأمل من جديد يعني في قلوب أشخاص لربما ما مش يقدروا يتحركوا. وهذا كذلك الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة الذي نتمنى أن يكون في الجزائر مثل هذه المراكز إعادة تأهيل مراكز لتكون جميلة بهذا الشكل
ما ينقصنا ولا شيء باش نكونوا مثل هذه الدول الكبيره، لانه نملك من المال ونملك من المداخيل ونملك من كذلك الاراده ونملك من حتى من الكفاءه ما يمكننا وما يوصلنا الى هذا المستوى. نعم، خاصه الاطفال الصغار، يعني الكبير نقدروا نقولوا يتفهم ويتقبل يعني الوضعيه تاعه، لكن الطفل الصغير ربما يكون في هناك نوع من الحساسيه، خاصه عندما يشوف يعني رانو يعني يخرجوا يلعبوا. الصغير ربما اذا توافقوني الراي انه لاداتاسيون تاعو سهل، يكون سهل لما يكون صغير ويتعلم باش يمشي، باسكو سي تري ديفيسيل باش تمشي بلي بروتيز، سي با فاسيل. لان تسقسي ناس يقول لك واعره بزاف، خاصه لما يكبر، لانه البوا يكون ثقيل يكون وما والفش. دونك ولد صغير كي تولف لهم الصغر خلاص راح يتعامل معها بشكل عادي، شوف راه يمشي يعني في الصور، يعني الفرحه تاعها يعني لا توصف. هذا هو اللي يخليها يعني انسانه عاديه، ترجع انسانه عاديه. شكرا لك نزيها على هذه الاخبار الساره وهذا الخبر الجميل وهذه البراءه الرائعه. نذهب الى اخبار الرياضه مشاهدينا مع وليد مرجاوي، ونبدا الاخبار الرياضيه يا وليد من اتحاد العاصمه الذي امطر شباك الثوره وواصل التألق. أكيد فيصل، يعني اتحاد العاصمة الذي يعيش أزمة إدارية ومالية منذ انطلاقة الموسم، بطل الموسم الماضي، اليوم يعني رغم كل هذه المشاكل بقيادة مدرب شاب بلال زيري يتمكن من الفوز برباعية 4-1 أمام شبيبة الثورة في مباراة متأخرة عن الجولة الخامسة على ملعب عمر حمادي ببولوغين. اتحاد العاصمة بهذا الفوز اقترب من أصحاب المقدمة، يرفع رصيده إلى 13 نقطة ولا يزال منقوص من مباراة متأخرة أمام نادي بارادو. يعني اتحاد العاصمة رغم كل هذه الأزمة كل هذه المشاكل قدر، يعني شفناه في الجولة الماضية عاد بفوز من خارج الديار أمام مقرى، اليوم يفوز أمام شبيبة الثورة. نتابعوا تصريحات فيصل إن أمكن. طبعا نتابعوا تصريحات ما بعد المباراة. ربما نواصل وليد، سنشاهد التصريحات في غرفة الأخبار. أكيد أنه يعني التصريحات باش نقول لكم، يعني لاعب مؤيد اللافي وبلال زيري يتحدث، أنا قلت يعني الاتحاد العاصمة يملك 13 نقطة، هو يقول أن نعتبر أنه عندي 16 نقطة لأنه خصمت يعني من رصيد الفريق يعني بعدما قطع مباراة الدربي أمام مولودية الجزائر. روحوا الخبر واحدة أخرى فيصل. نفس ربما نتيجة حققها رغم الظروف اللي كان يشهدها اتحاد بالعباس، إلا أنه حقق نتيجة إيجابية بهدفين لهدف. أكيد يعني تسوية لرزنامة الجولة السادسة تمكن اتحاد بالعباس من الفوز أمام شبيبة القبائل بهدفين لهدف، هي نتيجة يعني عادية على الملعب تاعو. لكن لما تعرف فيصل أنه فريق اتحاد بالعباس طيلة الأسبوع الماضي قاطع التدريبات بسبب يعني عدم تلقيه المستحقات الماليه، صباحه امس يعني والي ولايه بالعباس يعني ما اتذكرش اسمه جيدا لكن تنقل الفريق، شجعهم حفزهم ووعدهم باللي راح يعاون الفريق. هذا الشيء اثر بالايجاب، اليوم اتحاد بالعباس حقق فوز رفع رصيده الى 10 نقاط في المرتبه التاسعه. حصه تدريبيه واحده اظن، حصه تدريبيه واحده يعني كانت كافيه للاطاحه بشبيبه القبائل. إذا نبقى مع الأندية الجزائرية، ولكن هذه المرة نادي مولودية الجزائر الذي يطير خارج الديار ليرحل أو يطير إلى أربيل، أربيل العراقية، أربيل يعني في رحلة متأخرة كان من المفروض تكون أمس. كانت من المفروض أن مولودية الجزائر يتنقل أمس عبر خطوط تركيا، لكن يعني لسبب ما معرفناش إلى الإدارة ما ضبطتش أمورها جيدا، لكن فريق محترف يتنقل إلى المطار بالتشكيله تاعو باللاعبين لكن يتفاجأ أماكن. يعني يقول اماكن غير كافيه ويأجل الرحله تاعو. اليوم مولودية الجزائر اللي نتمنوا له كل التوفيق، رحله حتكون شاقه نوعا ما الى العراق، يعني فيها اسكال لمواجهه نادي القوى الجويه يوم غد، يعني ماهوش راح يكون عنده الوقت لاجراء حصه تدريبيه واحده فقط. نتمنوا التوفيق لمولودية الجزائر ممثل الكره الجزائريه في المنافسه العربيه. ان شاء الله نتمنوا لهم الفوز ان شاء الله. هذا اللي نتمناه، مولوديه فريق عريق ان شاء الله يجيب نتيجه ايجابيه وتكون قبل مباراه العوده سهل عليه التاهل. اذا نروح لاخر خبر معك يا وليد، وهو لجنه الانضباط تقسو على اتحاد بسكرة. أكيد يعني لجنة العقوبات التي صدرت عقوبتها يوم أمس كما تكلمنا على اتحاد العاصمة الذي خصمت منه 3 نقاط أمام مولودية الجزائر، ومولودية الجزائر أيضا يستفيد من 3 نقاط إضافية في رصيده يعني على البيصات، رغم أن المباراة
توقفت أمام اتحاد بسكرة في الدقيقة 65 إثر إصابة يعني الحكم بحجر يعني من المدرجات، وكانت النتيجة تعادل. كانت النتيجة تعادل، توقفت المباراة. لجنة الانضباط اليوم تقرر إعطاء يعني 3 نقاط لمدية الجزائر، حرمان اتحاد بسكرة من الجمهور تاعو لمباراتين، زائد حرمانه من حقوق البث التلفزيوني، عقوبة قاسية يعني في حق فريق يعني بعده بسبب الأنصار تاعو يعني اللي داروا أعمال شاقة. وهذا إشكال كبير لدى الأنصار، دائما ننبه عليه نحن بدورنا كإعلاميين وأنتم كذلك في أقسام رياضية، دائما تنوهون وتتحدثون عن يعني الانضباط في يعني المدرجات، فريقك دير تصرفات يولي الفريق يعني تاعك هو الخاسر الأول، ويقدر الأنصار هما اللي يصابوا. يعني تقدر تتيري تقذف حجر يطيح عند أحد الأنصار. احنا نشكركم على نشكركم بدوري على هذه الاخبار وليد، ما بقناش كثير من الوقت. مشاهدينا راح نشوفوا الاحوال الجويه ثم نعود. أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى موعد أحوال الطقس على قناة البلاد. فيما يخص الوضعية الجوية المرتقبة لنهار اليوم بحول الله، فاضطراب جوي متوسط الفعالية سيلتحق بالمدن الشمالية للوطن وخاصة الغربية، ذلك راجع للاضطراب الجوي القادم من غرب أوروبا، وسيمس بالدرجة الأولى كل من المدن الشمالية الغربية الساحلية والقرب منها، وتمتد نحو المرتفعات الداخلية الغربية، في حين ستمتد نحو الوسطى كذلك المدن الداخلية قرب من الوسطى بداية من أمسية اليوم إن شاء الله، وتكون على شكل قطرات متفرقة على عكس المناطق الساحلية الغربية للوطن، أين فيها ستكون مرفوقة بأمطار تكون معتبرة، بينما على المدن الساحلية الشرقية للوطن وصولا حتى المرتفعات الداخلية الشرقية وتمتد نحو شمال الصحراء كذلك وسط وأقصى الجنوب، فالأجواء فيها ستبقى من مغشى جزئيا إلى صافية على العموم، إضافة إلى هبوب رياح تفوق سرعتها عن 40 كيلومتر في الساعة، ستميز كل من المدن الساحلية الغربية والوسطى، وخاصة تكون أكثر قوة بالمدن الداخلية القرب من السواحل الوسطى والغربية، ونفس الشيء سيميز منطقة الواحات وصولا حتى وسط الصحراء. بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم إن شاء الله ستبقى منخفضة نوعا ما على المدن الساحلية الغربية للوطن وصولا حتى الوسطى، ولا تتعدى فيها عن 22 درجة، بينما ستبقى مرتفعة على المدن الساحلية الشرقية للوطن، ذلك راجع للتيارات الجنوبية الغربية المتجهة من غرب البلاد وصولا حتى المدن الساحلية للوطن وخاصة الشرقية. أما بالنسبة للمناطق الداخلية فلا تتعدى فيها درجات الحرارة 22 درجة 32 بورقلة 37 درجة سنسجلها ببشار، ما بين 30 إلى 33 في كل من تندو فصولا حتى وسط الصحراء كذلك منطقة الهجار وتسيلي، وأعلى مقياس سيكون بعين قزام تقدر ب 38 درجة ولكن ستكون تحت الظل. بالنسبة لحالة الطقس المرتقبة لأمسية اليوم إن شاء الله نفس السيناريو سيتكرر، يعني الأجواء ستبقى غائمة على كل المدن الشمالية للوطن وخاصة الغربية، وتمتد نحو الوسطى والشرقية سواء الساحلية والقرب منها، وتمتد نحو المناطق الداخلية للوطن كذلك فيما يخص شمال الصحراء، وتتجه نحو منطقة ولاية بشار، وتكون مرفوقة بأمطار تكون معتبرة بالنسبة للجهة الجنوبية الغربية، وستكون على شكل قطرات متفرقة في كل من المدن الوسطى الساحلية والقرب منها، وتمتد نحو المناطق الشمالية الشرقية. أما بالنسبة لباقي الولايات الجنوبية سواء من منطقة الواحات وصولا حتى وسط وأقصى الجنوب، فالأجواء فيها ستبقى من مغشية جزئيا إلى صافية على العموم، إضافة إلى استمرار هبوب الرياح في كل من المدن الداخلية الغربية والوسطى، ونفس الشيء سيميز منطقة الواحات وصولا حتى وسط الصحراء. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المرتقبة لأمسية اليوم إن شاء الله ستبقى منخفضة خاصة على المرتفعات الداخلية للوطن، أين لا تتعدى عن 6 درجات في كل من البيض مشرية النعامة، 10 درجات بباتنا وخنشلة، وستتراوح ما بين 12 إلى 14 درجة في كل من المدن الساحلية للوطن، بينما شمال الصحراء ستتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 12 إلى 16 درجة، 13 بتندوف، 17 بين أدرار وصولا حتى عين صالح، و16 درجة كذلك سنسجلها بمنطقة الهجار وتاسيلي، بينما أعلى مقياس سيكون بعين قزان تقدر ب 20 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد
البحري، البحر اليوم نعم سيبقى مضطرب على المدن أو السواحل الغربية للوطن وصولا حتى السواحل الوسطى، أين لا تتعدى فيها عن وسرعة الرياح عن 35 كيلومتر في الساعة بالنسبة لسواحل الوسطى، وستتراوح ما بين 35 إلى 40 كيلومتر في الساعة بالنسبة لسواحل الغربية، وستكون تحت تيارة جنوبية غربية بسواحل الغربية وصولا حتى الوسطى، أين ستكون غربية تماما بالنسبة للسواحل الوسطى على عكس السواحل الشرقية أين البحر فيها سيبقى هادئ وسرعة الرياح تتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ذلك سيكون تحت تيارات شمالية غربية. بالملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم، نختمها بالمعلومات الفلكية لغروب شمس بجزائر العاصمة وضواحيها لنهار اليوم إن شاء الله. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. هذه المعلومات حول الطقس لهذا اليوم، نختم هذه الفقرة. شكرا لكما زميلي نزيها بالعيدي وكذلك وليد المرجاوي. أذكر فقط مشاهدينا أنه عطينا موضوعك اليوم نزيها في فيصل، الموضوع اللي راح يكون في غرفة الأخبار هو تزامنا مع المولد النبوي الشريف اللي راح يكون يوم السبت إن شاء الله، يعني حوادث المفرقعات خاصة الأطفال الصغار يعني تؤدي إلى تشوهات على أبواب المولد أكيد. النبوي الشريف يوم الجمعة بحول الله أيام قليلة، إذن هو تحذير للأولياء، ما تشروش المحارق ما تشروش المحارق ما تشروش المحارق، شنو هذاك الزربوط النوالات إن شاء الله. إذن سنناقش معكم الزميلة نزيها بالعيدي هذا الموضوع بعد نحو ساعة من الآن، نلتقي بعد هذا الفصل مشاهدينا. إذن مشاهدينا عودنا ولينا لكم في هذا الفترة الثانية من البرنامج، كما وعدتكم عند بداية الحلقة اليوم 100 دقيقة راح تستقبل اثنين أنا نعتبرهم قدوة للشباب الجزائري، قدوة لنا جميعا، لأنهم تمكنوا في وقت وجيز وإن كان مش وجيز ولكن وقت اللي لازم يكون في النورم أنهم يخفضوا الوزن ديالهم، أنهم يتغلبوا على شيء صعيب بزاف انه الناس تغلب عليه. طبعا احنا نشوفوا بانه انا هذه ما نشوفهاش باللي نقصوا وزن، ولكن نشوف اراده تاعهم، عزيمه، نشوف باللي لا فولونتي اللي عندهم مادام قدروا يحققوا هاد النتائج المبهره في انقاص الوزن اللي احنا نكتشفوه بعد قليل، انهم يقدروا يروحوا بزاف حاجات وينجحوا فيهم. وهذا هو اللي بزاف ناس رغم انهم وصلوا مراحل متقدمه من التفوق وربما الكفاءه ديالهم وصلت لمراحل عاليه، لكن ما قدروش يتغلبوا على الاكل ويتغلبوا على شهيه تاعهم اللي تكون كبيره بزاف. اليوم راح نستقبل ونرحب بضيفية هنا، وليد منصور الرابح في برنامج أو الحائز على لقب برنامج النجم الرابح. مرحبا بك وليد. وبك مرحبا، نشكركم على الاستضافة، نهاركم مبروك وميرسي بوكو كي وجهتوا لنا هذه الدعوة ونهنيك مرة ثانية على اللقب اللي تحصلت عليه، فريمون سي ان انورم ترافاي ولا انورم افور اللي درتو، وانا واحد الناس كنت نشوفكم وفريمون حاجة متعة فرحة موتيفاسيون فوالا موتيفاسيون كبيرة مديتها لنا وطاقة إيجابية عالية. نزيدو نروحو نرحبوا مشاهدينا بفلة فلا اللي جاتنا من مدية فلا كنت مشاغباتي في البرنامج كنت شوية كنت تلاقي مع والدي هو شوية سيريو طلعيات دونك فلا مرحبا بك. الله يسلمك، ميرسي بوكو على الإضافة الاستضافة فوالا صباح الخير نكمل مشاهدة هي صح استضافة وإضافة لنا احنا في البرنامج أنكم تكونوا معنا هذا الصباح وتعطونا الطاقة الإيجابية. فريمون أنتم تاني قدرتوا تنقصوا الوزن وقدرتوا تحققوا أهداف اللي رسمتوها في بالكم، راح نتعرفوا على هذا الشيء وراح نحكوا عليه، ولكن بعد ما نرحب ب لا كرونيكوس تاع البرنامج اللي راهي دائما معايا هنايا نسرين فلياشي هيلثي ناس. صباح الخير فيصل، صباح الخير كامل المشاهدين اللي يشوفوا فينا، اي لي زانفيتي تاعنا اي لي لولو اي لي لولو
صاحبة لولو اليوم ما يتمسخروا بيا باسكو كنقول سوغ انستغرام لي لولو انا باك باش تفكر فلة وصاحبة الرداء الاحمر كانت عندي قصة في السنة الثالثة كي كنت نقرا عطاوها لي جائزة زعما هكذا جائزة تاع نهاية السنة عطاو لي جائزة فلة وانت فدله والذئب ولا نفسك وين فيها الرداء الاحمر دوك مشاهدينا ما نطولوش عليكم نروحوا نبداو الحلقه تاعنا نهضروا شويه على السمنه نهضروا عليها كيفاش نقدروا نقصوا الوزن بعد قليل راح نشوفوا تقرير ولا ريبورتاج صغير دارته لنا زميله نسرين خلوفي حول الناس اللي تنقص الوزن بسرعه يتقلقوا يشوفك دوك نتا هكذا كيفاش ما شاء الله تدير زوج دو زيماج فوتو قبل 6 شهور ولا 4 شهور بصح الناس تحب في 15 يوم في شهر تقول لك شهر لازم جو بيردي كيلو 20 كيلو فوالا وهذاك عنده اضرار اللي حادين عليه ثاني دراسه بعد قليل نروحوا نبداو معاك وليد اولا انت كيفاش حتى اسكو كنت تسمين من بكري ولا كنت عندك هات لاطاي وعاودت رفت البوا كيفاش حتى احكي لي شويه على حياتك قبل ما تبدا كاع هات لو ريجيم قبل نجم الرابح كنت عايش شغل شابح السمنه هذا اللي كنت عايش وكنت تسمين من بكري ملي كنت صغير من الجامعه من الجامعه من الجامعه زدت كلاطيت من الجامعه شغل هرب لي الميزان وما قدرتش كامل شغل نتحكم فيه ومن بعد نهار مر في الشوماج ثاني صعيبه ثاني تريح غير تاكل عباك ستريس كاين اللي يوكلهم كيما انا كان يوكلني شويه انا كنت جو نيمبورتوك وهكذا على بها سمنتها والسهره ثاني والسهره رقاد شغل الساعه البيولوجيه تاعك ماشي منظمه شغل ترقد على الوحده الزوج ما مخلوطه وقت تاكل وتاكل وترقد وما كاش لاكتيفيتي فيزيك دونك سي بور سا الانسان شغل ياكل ويرقد بلا فائده نشوف لي فوتو فوالا سي ان تخيك دو فو فوالا اون ديغي با لا ميم بيرسون دونك انت تسمى السمنه بدات كنقولوا بعد المراهقه بعد ما 11 سنين 8 سنين بون ملي نشفر بون انا نطيح شويه باسكو ندير ريجيم هكا زعما تجيني لا فولونتي ندير شويه ريجيم نطيح من بعد ما كاش لا ستابيليزاسيون باسكو ستابيليزاسيون هي الصح دايوغ من بعد نهضروا عليها علما انه انت العمل ديالك درك راك تخدم في شويه كونديكتور دو تراموي كونديكتور دو تراموي دونك سي دونك قاعد سوق قاعد وحتى السياقه ما فيهاش بزاف ربما كلش اوتوماتيك دونك ما فيهاش بزاف اكتيفيتي فيزيك دونك نوجه تحيه سائقي طرامو الجزائر العاصمه وننصحوهم ثاني تجميع واحد يخدم في خدمه قاعده يلزم له اكتيفيتي فيزيك يتحرك وثاني تعس روحو في الماكله باسكو كي تاكل بزاف وانت نهار كامل وانت قاعد دونك هذيك الماكله راح تتخبى جاك لو ديكليك باش لو ديكليك انا ماشي الزخمه يزيد في رجله عندي موتيفاسيون تما يشوفي بك واحد يحركني شغل نطير بالك ما لقيتش هذاك اللي كيما نقولوا يدير لك الكوراج ينكوراجيك باش تروح دير سي كان عندي صاحبي محمد فرج الله اللي نوجهه التحيه بالمناسبه تحيه خاصه دونك هو شغل انا وياه نروحوا نجري وكذا نخدموا طابي وكذا ومن ذاك نفش له هكا بون هو يلعب ليه ماتش وانا كي كنت سمين شغل ما نلعبش ليه ماتش باسكو انا حنجيني ما يخلوش قاتل عندها ديجا شكون اللي كيف ديك ما تقدرش تجري اه تمام مي كنت نلعب نقصر في الحومه كان انا غير يبوسيني واحد نراه زعما يقول لي وحده نهبطوا نجري ولا نهبطوا نديروا سبور نراه تما ديجا كان عندك الدافع هذاك الداخلي باش تروح دير هكا نستنى بك واحد بك يبوسيني ومن بعد جات في البنزرقاء صارت حكايه دونك الحكايه في الله هي اللي هذه ما كناش نعرفوها هذا داير في بالي القاسك في البنزرقاء في لا تي في سيغ انستغرام دايره حالها سيغ انستغرام ابونيو عندها وشوفوا لي فيديو اللي ديرهم اي بيان سيغ في لا تي في ديجا هي راهي تي في خلاص ديجا هي راحت تي في كانت راديو دوكا راهي تي في الوغ في لا تي في جورناليست زميله في الميدان مرحبا بك الله يسلمك احكي لي كيفاش انت اسكو ثاني كنت ملي كنت صغيره عندك بوا وزن زائد ولا صارت لك حاجه اللي خلاتك ترفدي الوزن الزائد انا ملي كنت صغيره هذيك الدبدوبه اللي عندها خدود تاع لا فاميلي اللي يقرصوا فيها هذيك هي انا اسمها من وانا صغيره سورتو بابا بابا اذا كنت فيها هاي ميرسي بوكو على الفرماج اللي وكلتو لي وانا صغيره وي سورتو ولا كنتي انت صغيره تاع الدار مفششه ماشي انا في هذيك لا بيريود كنت انا المفشه دوك خلاص دوك خلاص جات جينيراسيون دوك ان شاء الله برك ما يرفدوش الباكين لازم ما تاكلهمش بزاف كاين وحده هي رفدات تروح تاع العام الجاي ليميسيون سيزون 2 تروح ليها ان شاء الله ولا تدير لها سيزون في الدار راهي تقرا مزيه وما تجيبني فوالا قلت لك ابخي شغل توجور انا هذيك السمينه توجور كل ما نزيد في البوا كل ما نزيد في لاج نزيد في البوا
وفعلا انا طويله من صغري انا غروند شوي غون ممكن تكوني طويله ما تبانيش بالخف يعني الانسان كي يكون طويل السمنه تاعو ما تبانش بالخف ديباسيت هذيك لي طاب تاع من بانش سما كنت مبان توجور توجور انا سمينه وسورتو كي طلعت لافاك لي ساندويتش وي لافاك فاست فود ستريس شويه تاع لي زيزام لو ستريس ولكن في الفيديو فيزيك ما كنتش كنت خفيفه بارابور للبوا تاعي توجور نحس روحي انا خفيفه اي تو تما نجي نمشي منا ميناش في الدار عارفه وي مي توجور عندك وزن زائد وما قدرتيش تنحيه كيفاش جات الحكايه قلتوا لي كان يوناني دوت بيناتكم باش راح كيفاش كيلو هتنحب يحكي لو نقول احكي هي كانت هذاك الوقت تستعمل طرامي بزاف دونك وانا كوم شو ان كونديكتور اختار شافتني في ان ستاسيون هكا ركبت وانا بانش وقت نعمر لا كابين هذاك الجور اللي انا درت فيه كاستينغ داكور وقالوا لي لازم اولا كيفاش اكتشفتي البرنامج يعني كيفاش عرفتي برنامج في فيسبوك فوالا داروا انونس ما كانش ميم با لي كومونتير بزاف انونس نورمال اذا انت لاج تاعك ما بين 20 طون اي والبوا تاعك فوق ال 100 اكسيتيرا كونتاكتينا بعث لهم ميساج فوالا انا بعث لهم تصويرتي اكسيتيرا باسكو انا ديجا قبلها كنت نقصت في البوا قصوا باسكو انا وصلت ل 140 كيلو ابخي وليت ناكل هيلثي شو ما قبل كانت تبعث لي دي ميساج تقول لي كيفاش هذا باش نغونفاسي الروز باش نضرب تشبعلو كنت نقول راسي بغرفه انا الروز هذا اللي ما قدرتلوش عندي واحد صاحبي وياكل غير الروز بصح مسكين خلاص لا لا هي هدرت والو السيغو دو دات باسكو زعما كنت ناكل انا هيلثي ما كنتش دايره زعما ريجيم ستريكت ولا وليت ناكل جوست هيلثي غير كيليبر شويه هو في بعض الاحيان ماشي مليح دير هذاك لو ريجيم ستريكت يعني شغل اسانسوري موتيف تكون في ريتم وتعاود تقلب كاع الريتم وتولي انت من بعد ما تقدرش تكمل فيها تولي تشها بزاف شوف ما تقدرش تكمل فيها في بعض الاحيان نزيد نعاودوا نولوا دايوغ مع نهضروا عليها سمانه 10 ايام بزاف يعاودوا يكرهوا من الريجيم سيري المغالاه تعرف اكزاكتومون اكزاكتومون فوالا دوك كملي لنا قلت لك ابخي انا كنت ديجا شيان سجلتي في كنت نقصتي الوزن سمعت شغل توجور في بالي باش ننقص في البوا مي توجور كنتي فوق 100 كيلو وي وتو ايماجين كو سي مون غيف نشارك في بروغرام هكا وي كانوا في قنوات اجنبيه كانت اسكيت شفا كانت في هذه القناه العربيه داروا بروغرام كنت نشوفهم كانوا كنت نقدر نشارك وانا كان في عمري 15 عام يقولوا لي توجور عاودوا تجاوبوا شحال في عمرك في الله؟ 25 عام الله يبارك يعني 25 عام والبوا هذا بزاف لاج ترو كانوا توجور يرجعوا لي الغوفيس ما توجور في بالي حابه هكا ان تخيك باسكو توجور حابه لا ترانسفورماسيون تاعي شغل تتسجل تي فوا وي سي بور سا ابخي بعد هاي طولي قالوا لي فوالا في لا منا جي الكاستينغ نهار الاربعاء فوالا فوالا ماشي طرت عديت ورحت في الصرام ورحت في الصرام نو وليد تلاقيت به في الغوتو داكو رحت درت كاستينغ فوالا فوالا عجبتهم ومنا شغل البوا عندك مام البيرسوناليتي اكسيتيرا باسكو مهم جدا وي اكسبتوني ميتة بالفرحة مي قالوا لي لازم تجيبي دينار معك زعما شغل بدا يحوسي برك بدا يخم انا يا هبط فورد لوسون ربي بعد لك رايحة طالعة في طرام نستنى ايماجين الطرام الرابع اللي باش نركب باسكو توجور طرام كيجوز معمر بالغاشي ما نحبش نركب فيه خليت الاول دوزيام تخوازيام كاتخيام هو خلاص قلت انا هذا يجي معمر يجي فارغ نركب فين نركب طلع انا شغل نستناك باش يجي يحبس نشوف واحد سمين اون بليس كان ايماجين اتون كاين لا كافين غير ولي بان هو كان سمين وداير راوند سان جلاسز نواظر مدوري انا جادو نواظر مدوري حسيتو شغل ذا ميل فيرجن اوف مي شغل انايا في الام شوف بديت نهزر فيها كاع بصح ميم كي كنتو الشخصيه تاعكم كيش يقولوا متقاربه ومتكامله دونك كنت مثلا هو كنت بزاف ديري لي دي فوا كنت تشوف في تاع الرمل مثلا كنت تهبليه ديري لي بصح مش ما يزعفش شغل يعيط معاك بصح بلا ما يزعف بعد لا فاصون اللي فيه تكامل وكنت فريق منسجم جدا يعني لي دو دونك عرفتي تخيري لا بيرسوناليتي وابخي احنا نزلنا في رويسو رحت قلت له انا هذا روح نقول له اذا حبيش يعني ولا قلت له على البروغرام طول اكسبتا
ما عاودوا راح دار كاسينغ ايه في بليزير فوالا دونك سي بيان انت ما حكيتي له وجا الكاستينغ وانت ثاني قبلوه وبديتوا هات المغامره وي فوالا دونك انتم دركا سيرمون رجعتوا دي زيكسبير في القضيه تاع كيفاش نقص الوزن الهيلثي لايف ستايل السبور الماكله شحال تاكل الحريرات نسرين واحد كي يجرب هذه التجربه يقول لي وي يقول لك سقسي المجرب ومشي طبيب فوالا دونك حنا عندنا زميله نسرين خلو في المشاهدين دارت لنا واحد التقرير واحد ريبورتاج صغير هكذايا يحكي على السمنه وعلى انقاص الوزن سورتو اللي نقصوه بسرعه نروحو نشوفوه نعرفو عليها هكذا ونعاودو نرجعو نكملو هاد الدردشه الشيقه. بزاف ناس يعانوا من مشكله زياده الوزن وبزاف يخافوا يولوا يعانوا من هذه الظاهره، هكا يولوا مقلقين بسبب تدهور المظهر ديالهم الخارجي، وزياده عن ذلك زياده الوزن تزيد من معدل الاصابه ببعض الامراض المزمنه كضغط الدم والكوليسترول، لذلك لازم علينا ناخذ احتياطاتنا اذا كنا نعانيو من زياده الوزن. لازم نتبعوا هذه الخطوات اللي رايحين نهضروا عليها، واللي ما يعانوش ايضا معنيين باش يحافظوا على رشاقتهم ويحميوا جسمهم من الامراض المترتبه من زياده الوزن. نصيحتنا اليوم هي لازم الشخص يكون عنده الاراده والرغبه الشديده في تغيير حياته ويكون يحب نفسه وجسمه. وتاني نصيحه، من المستحسن تغيير نظام الغذاء المعتاد عليه إلى نظام غذائي صحي وغني، وهذه أهم نصيحة لازم نتقيدوا بها ماشي لفترة من الزمن فقط، بل نرجعوها هي عادتنا، لأن الأسباب المتحكمة في الوزن هي نوعية الأطعمة التي نأكلها بشكل يومي، فجسمنا يحتاج يومياً إلى 1500 تقريباً سعرة حرارية والباقي يخزنها على هيئة دهون مما يؤدي إلى زيادة الوزن، فمن الأحسن نأكل البروتينات والخضروات والفواكه والشرب السوائل مثل الماء والشاي بكثرة، وتجنب كل من المشروبات الغازية والخبز والسكريات بأنواعهم. تقدروا تساعدوا نفسكم ببدء بأكل أجزاء صغيرة والتقليل كميات الوجبات، حكى تعود المعدة على نسبة الكميات الصغيرة اللي راهي تدخل للجسم. آخر وأهم نصيحة لإنقاص الوزن هي أداء التمارين الرياضية بشكل دائم ومنتظم. إذا قللنا من السعرات الحرارية ومارسنا الرياضة كالمشي والجري وتمارين رياضية مثل الأكواجيم، أكيد راح تشوفوا الفرق في الوزن. كثير من الناس يتسألوا في بعض الأحيان كيفاش ننقص من وزني بسرعة. تم إثبات أن هاد الأشخاص يعودوا يكتسبوا الوزن ديالهم وبأضعاف وبسرعة، فمن الأحسن ينقصوا تدريجياً. يمكن تتصاب بالقلق لما تحرم نفسك من الأكلات اللي تحبها، من الأفضل تعمل يوغا تريح بها الأعصاب ديالك، ويمكن تعمل كذلك مساج راح يساعدك بزاف في إنقاص الوزن وتهدئة الأعصاب. فوالا مشاهدينا شفنا الروبورتاج اللي أعدته الزميلة نسرين خلوفي اللي معانا في إعداد البرنامج، شفتوا كيفاش أنه الحديث عن إنقاص الوزن بسرعة بزاف سكو سيتو كش نهار تنقصوا الوزن رابيدمون صافي دير قال أنا سي بون لازم الشهر الجاي نولي نوزن قال نقص 10 كيلو ولا 15 ولا سكو سيتو هانتوما سيتها قبل البرنامج قبل البرنامج سيتها كنت نطيح 4 كيلو في السمانة 16 كيلو في الشهر كيفاش كنت تاكل؟ كنت ناكل غير لي ليغوم سوب دي ليغوم وشلايض وبروتيين ليزيسكالو سيتو وانفخ وتفاح هذا ما كانوا نشرب بزاف الماء هذا اللي طيحت 16 كيلو بلا سبور الله يقطع كلامك بلا عسل تفضلي ومن بعد اسكو كنت تعاود تاخذ هذا الكيلو كنت نعرف باسكو ما نعرفش بلي كاين ستابيليزاسيون مال الماء هما جماعه نيوتريسيون الفضلاء تاعنا يقولوا جماعه نيوتريسيون البارح نسرين قالت لي فيصل كاين واحد الحاجه اسمها ايفي يويو يويو انا ما نعرفش ايفي يويو ما هو الايفي يويو فهم به لي لولو الوغ لو ريجيم لي في يويو سي كون تون بير لو بوا باغ اكزومبل هكذا رابيدمون اون ريبران ابري لو دوبل سي سا لو يويو سا فيزا تشيان ومن بعد عاود تسمن كيما لو يويو كيما لو يويو اللي لعبوا به داكور اي كاين بليزيور ايتود داروهم وحنا نهضر لكم على اون ايتود امريكان اللي داروها ريسامون على لي في يويو ولي بروبليم كاردياك خداو 485 فام 485 مرأة اللي عندهم ان ام سي دو 26 سافو دير ان انديس دو ماس كوربوريل 26 سافو يكونوا ان سور بوا اي
سقسوهم قالوا لهم كومبيان دو فوا في حياتكم. هذه دراسه امريكيه. امريكيه نعم. سقسوهم قال لهم كومبيان دو فوا في حياتكم درتوا ان ريجيم وين فوزافي بيردو او موان 4 كيلو. Et bien sûr, mais il faut que la grossesse et tout ça, parce que les femmes qui aiment ça, elles prennent le poids, la grossesse. Et ils ont dit, est-ce que les kilos que vous les avez perdus, vous les avez repris dans ce cas-là? On va trouver les données كامل. Ils les ont enregistrées dans le logiciel s'appelle Life Simple Set, pour voir s'il y a des risques de problèmes cardiaques. Les résultats, ils ont montré que les femmes qui ont fait le régime, ou sera leur effet yo-yo, ça veut dire à 2 semaines, 82% منهم ما يقدروش كامل يعاودوا ياخذوا ان بوا نورمال. ça veut dire ما يقدروش يوليو عندهم ان بوا اون كوربولونس نورمال. ومن هذوك 82% كاين 65% اللي عندهم ان ريسك دو بروبليم كاردياك تري او. دونك ça veut dire لي ريجيم يويو نقدروا اون ريبرون دو بوا مي اون بلوس ما نقدروش اون بير اي سورتو عندنا ان بروبليم كاردياك. Quand on fait les régimes hado à effet yo-yo. Donc, à la benna kamel, quand on perd du poids, mlihal sahtna, surtout le problème cardiaque, la circulation et tout ça. Mais il faut savoir kifesh on le perd et la période, la perte de poids et surtout respecter la stabilisation. Voilà. Donc, de préférence, on ne rouche بهذيك brusquement. كيما نقولوا حنا النشعه هذه بزاف ناس تجيهم النشعه. انا اليوم ندير لي ميسك، انا غدوا نقص الكرش، انا غدوا كذا، ويمد لروحه وقت قصير ويحاول دو بريفيرونس يروح بالتدريج بالعقل. كيما درتوا لو بروغرام تاعكم نتوما في 6 شهور نظن. وي في 6 شهور. كومون سا سي باسي نيفو ماكلا؟ كيفاش كنتو تاكلوا سبور؟ بون كنا حنا ناكلوا ريكيليبراج. ماشي ريجيم دو ريستريكسيون. نو ما كناش ناكلوا ستريكت، كنا سافا ناكلوا بروتين فيجيتابول. واش كو فوز افي روبري ابري ما حبستو نو بور موا انا راني مزلت ريجيم. داكور. وي و ابري لا فينال نقصت كيلو ورطال. داكور. زدتي ولا نقصتي؟ نقصت. زدت نقصت. زدتي نقصتي؟ اه تخي بيان. حبيت نسقسيكم انا كيفاش بديتو كي دخلتو لهذه التجربه ليكسبيريونس هذه، كيفاش بداو لكم تدبر، كيفاش دخلوا لكم في راسكم باللي راكم ديجا عندكم كاع القابليه باش تنقصوا هذه؟ اوكي. الان كيفاش بداو لكم؟ كيفاش بديتو؟ كيفاش فهموكم؟ اسكو كانوا التعليمات هكا قال راح نبداوها واش راح كيفاش راح نبداو كيفاش راح نديروا، ولا ديريكتومون دخلتوا في بروغرام لو ميم اللي بقيتوا عليه توت لا بيريود؟ بون هي او ديبي كوتش ازدين كان يديرنا دي سيونس بسيكولوجيك يفهمنا. بون انا كنت فاهمه سي كوا الريجيم ومنا باسكو كنت ديجا سييت يعني انا الريجيم ما كانش عندي بروبليم، انا بروبليم كان عندي مع سبور. سبور هو اللي جامي ما درت. وي سما كان توجور يديرنا كا دي سيونس بسيكولوجيك. وي موتيفاسيون سورتو يفهمنا ك فوالا فوالا زعما راح تكون ريزولتا شابه. ماشي ماكمش راحين تاكلوا والو، راحين تاكلوا لي تخوك الملاح اللي ليهم فايده صحتكم. وي اللي تحتاجوهم فريمون في الكور ديالكم. وي وي فريمون او ديبي كوتش ازدين بازانا بزاف على هذا الكوتي. لو كوتي بسيكولوجيك تري امبورتون في دونك ميم انت نسرين تنصحي المتابعين ديالك انه يكونوا بزاف يهتموا بهذا الجانب النفسي، يفهموا سي كوا ان ريجيم ولا ان هيلثي. لو هيلثي لايف ستايل فيه 3 فولي، فيه لو كوتي نوتريسيون، فيه لو كوتي سبور اي سورتو مونتال. دونك عندنا هيلثي مايند، هيلثي فود، وهيلثي بودي. فوالا دونك هات لي 3 تيب دو هيلثي اللي لازم حنا نسقموهم ولا نعتنيو بهم باش سورتو مونتال. لازم نفهم باللي مانيش حنا رايح للشر، مانيش رايح بالجوع، مانيش تسمى مع الوقت فقط نهدب ولا ليجيان. فوالا نسقم الماكله ديالي والحركه ديالي. وجميع التغيير لازم تكون واجد نفسي يعني. فوالا صح نسيرفو حنا لو مود كيما نحبوا كيما اون فيكس لي زوبجيكتيف سي كوم سا اللي تري بيان. ميتنون اسكو بديتوا مباشره بديتوا هيا اليوم التدريبات الماكله هاي الماكله هاو التدريبات كذا، ولا بديتوا بالعقل برك؟ قال بداو بالعقل اليوم ندربوا ساعه غدوه زوج فوالا. احكوا لي هذه التجربه اللي بدينا بساعه باسكو كامل كنا شغل مسودين، شغل ما تقدرش تبدا بي كوتيديان زوج سوايع انتونسيتي هذيك كامل وانت شغل عندك بزاف ان كوبور كبيره تاع سبور. والماكله ثانيه تبدا تدريجيا
وشنو احنا الماكله مع الاول كانت تجينا شويه صعيبه باسكو ماشي موالفين بهذيك الماكله الصحيه، موالفين غير بلي ساندويتش بالزيوت وكذا. دونك كي دخلنا في الاخر شغل كلش هيلثي، كلش نقي، باين هكا ماكله اللي تنفع صح. واسكو لو هيلثي بنين؟ باسكو كاين بزاف اللي يقول لك الماكله هيلثي والريجيم سي با بون. لا هذا بنين، ما تقولوا صراحه. لا انا بور ما بنين بنين باسكو يفو جوي على لي زيبيس وكذا، دونك سو لي زيبيس اون بليس سي دي زونتي اوكسيدون ملاح لي زيبيس. دونك حنا ماذا بينا نزيدو نعرفوا واش كنتو تاكلوا البنه ديالها اسكو فريمون بنينه، ولكن ماشي دوكا، بعد هذا الفاصل مشاهدينا. عودنا ولينا لكم مشاهدينا في هذا الجزء الثالث والاخير من البرنامج. اليوم فضلت يبقاو معايا ضيوفي لهذه الحلقه لانهم كثير مميزين. نعاود نرحب بك وليد منصور الفائز بلقب النجم الرابح، مرحبا بك مره اخرى. بارك الله فيك. وكذلك فلا فلا تي في فلا بن زرقاء الله يسلمك. ونسرين اللي راهي اليوم ما جابت لنا لي زيتود وجابت لنا الماكله اللي وراهي مخلطتها. حنا كنا نتكلموا قبل الفاصل المشاهدين على البنه اللي تاع الماكله اللي كنتوا تاكلوها، اسكو فريمون كي ندير ان ريجيم ولا نتبع حميه باش ننقص في الوزن اسكو تولي الماكله تاعي ماشي بنينه؟ اسكو فريمون نكره؟ اسكو شغل عذاب؟ لا نو اسكو الجوع بزاف. كاين بزاف نقول لك ما نقدرش ندير ريجيم باسكو نجوع بزاف. نجوع؟ انا باغ كونت ما كناش نجوع باسكو كنتو تاكلوا ديجا. وي كنا ناكلوا توجو. وي اكزاكتلي. كاين الكوب فان تاعني ماتيور على الماء. فوالا كيفاش درتو؟ حس شويه ديتوكس. حنا كنا نشربوا ديتوكس توجو بزاف. كيفاش كنتو تاكلوا جورني تيب تاع الماكله تاعكم الصباح العشيه؟ كاين قداش لي فاز اللي زدنا عليهم، مي باغ اكزومبل في الديبي كنا ناكلو دو زو لي بلون دو بروتيين جون دوف. نو نو ما كناش ناكلو جون، وناكلو دومي كونكوم وثلاثة زيتونات. ثلاثة هكا محسوبين. ثلاثة زيتونات. ثلاثة زيتونات. مي و اون تيزان. داكور. اون تيزان. هذا هو الفطور في العشاء؟ نو الكافي كنتي كيما حبيت. داكور. وي. هذا صباح الفطور هذا وقتاش؟ هذا ديجني فيزيك. ابخي اذا كانت عندنا اكتيفيتي فيزيك كناكلو اون بانان ولا دومي بانان صافي. بور لي جلوسيد. وي. ابخي اسمحوا لي على قداك شكون تنوضوا؟ سبعة ونص. ستة ونص سبعة هكا. فوالا ما تزيدوا باسكو عندنا سبور من بعد غير نوضوا بتي داج بعد راح نديروا. ينصح انه الانسان ينوض صباح قبل السبعة. نوض اون فورم. فوالا ما يريحش حتى العشرة وكذا ثاني هذا ياثر على. فوالا. اه لا ماس مشكيلة عشان ابخي في الفطور كنا ناكلو بلاص سالاد فيغت ليتو اكسيتيرا تكون فاريي وناكلو بروتين. نعاود نقول لك صباح كنتو كاين كرواسون بتي بان كرواسون قالت لك لي هذيك ثلاثة جاهلية هي ثلاث زيتونات نيماجينو معاك دخلوا بيا ما تبغيش هذيك قهوة كافي دوار وخلاص كافي كرواسون مع صباح ما كاش فوالا. ابخي في الفطور كانت عندنا فلا سالاد وبروتين سكالوب حوت اكسيتيرا ولي بات هكا شويه لي بات كومبلي شويه لي بات كومبلي سورتو سماكيتي. الله الله لا الله لا هي عباك سا جو سور لا كونتيتي دو اي لا كونتيتي لا كاليتي تاع لي زاليم اكزاكتو. ابخي عندنا كولاسيون اربع تفاح ولا كشاف سا المهم ما كاينش قهوه حليب. وشنو؟ ما كاش قهوه حليب تاع العشيه. كنشرب الكاطو المقروط. ولو ديني توجور يكون عندنا اون سوب ولا سوب دو ليغوم. ونصح بها تفاح. ليغوم ولا دو لي لونتي كوراي. في الليل ما كاش توجور دي سوب. وي. بلو بار دو تون كان دي سوب وكان ني داك كانت. في ال. ما كاش تيكور بابيل واللوبي. تختوخا وبالجماعه ما كنتش تاكلوا سكسو. اخا معاك سكسو. الجماعه راه كاين سوا بصح كان كاين اللي داك في الفطور يدير لنا طعام ايه سوا طعام سكسو ولا بلا صوص بلي لي رشدة. ما كنتوش كاع تاكلوا هادو بعض ان بتيت ميل باغ كان عندنا اون فوا برك درنا درنا طعام كومبلي كان عندنا لي اوف من تاكلوا واش تحبوا. لا لا بصح في اطار تكون غوبا غوبا. انا سي سكو جونسي ان غوبا سالي و ان ديسير. دونك هو فوزا سبيسياليست نسرين ما يمنعش ناكل رشته ناكل
سي با تشخوخه لا كوتليت لي لا فريكونس تاع شحال تاكل جامون فوالا هم لا كونتيتي لا كونتيتي ولا كاليتي لا كاليتي كاليتي تاع لي زاليمون نقدروا ديجا ميم مليح في لو ريجيم تاعنا نحطوا بون لو ريجيم جام با دي ريجيم باسكو دوك ولينا ما نقولوش ريجيم نقولوا غي كيليبراج اليمونتير في لو ريكيليبراج اليمونتير تاعنا مليح نحطوا اون فوا تو لي بار سيمين ولا 15 جور سا ديبون لي زوبجيكتيف تاعنا ان جور وين ناخذوا ان روبا اوف كيما قالوا لك سا فا ريبوستي لو ميتابوليزم باسكو علاش لو ميتابوليزم تاعنا كي والف لي ريجيم régime il va plus perdre il dit que ça c'est l'alimentation non il va stagner donc c'est important ندخلو des fois نتبع des personnes ils arrivent plus à perdre نعطيهم un jour de cheat meal c'est fou كيفاش après une semaine ils commencent à perdre parce que ça booste le métabolisme voilà انا مره قريت une étude ou une proposition ils قالوا بلي surtout في العالم الغربي والاوروبي اللي يخدموا بزاف وما يخدموا بزاف بانتظام لي 8 heures تاعهم تما بانتظام ماشي كيما حنا دي فوا باغ اكزومبل واحد يخدم 2 8 heures à 16 heures يروح يدخل على 10 من بعد يزيد ل 6 من بعد وياكل ساندويتش برا ودي فوا يفطر روطار دي فوا تخرج نورمالمون 12 تحت فطر تلقى روحك خارج على الزوج دونك هما بزاف ناس اللي عندهم هاد الستابيليتي تما ينوض صباح عنده بتي داج ومن بعدك ديجوني تاعو من بعدك كلش في الوقت يقول لك في الاسبوع سي كل مينيموم ما تاكلش خلال ايام الاسبوع واش راك تتشهى خلي الويكاند تاعك كل واش حبيت حبيت دي بيتزا حبيت دي بولي ميم حاجه فيها الكراكده قول خلي هذاك اون جورني باغ سيمين اللي هي الويكاند تاعك ميم تسمى كاع السخفه ديالك خرجها في هذيك هذاك النهار بصح نهارات الخدمه دونك راك مع الخدمه راك حتنسى الماكله تسمى راك برونشي بزاف مليح الواحد يدي مع لانش بوكس فوالا يبريبار لي بوكس هي ما كاش كيما هادي يعني لانش بوكس هايله فوالا دونك حنا انتم تقولوا للناس اللي يديروا هاد لي ريجيم برك يعرفوا واش ياكلوا بها سولوا واحد فيكم لا في العاده الناس يعرفوا الحاجه اللي تنفعهم حاجه اللي تضرهم سوب دي ليغوم تنفعهم بطاطا مقليه ما تنفعهمش دوك الناس كيريحوا مع روحهم وما في زوج بطاطا فيهم بطاطا يعرفوا واش ينفعهم مي تحكي لي انت شفتك في الديبي تاع لي بيسوك تهضر تي كوربابي تهضر باسكو قلتي بالضحك تقول لي تي كوربابي حنا انا ثاني عندي خويا يهضر كيهضر تي كوربابي بلاد غير كيما سقسيتها قلت لها الحكم انا دقت اون فوا تي كوربابي ما اون فوا جام ما كليت راطيتي فيها هاي مراتي ان شاء الله ان شاء الله الجو تيكون كيما يقول تيري بلوكين هذوك اليابسين ماشي يابسين باسكو كاين دي زوستيس فيهم كاين اللي يديرهم يابسين تقول لي بول تاع البيار خو غير يطيح فيهم يابسين وهي لا ما غادي كراهم كاين اللي يديرهم يابسين كاين دي زوستيس يتفوروا كاين بون انا ما نعرفش نطيبهم بصح كاين دي زوستيس يجوا شغل زبده تضربهم بيان سور كاين اللي يديرهم خلاص بدا تشهر ديك نخرجوا من هنا ديك تاع سي بون على بالك كاين اللي تيرمو يديرهم يابسين يديرهم ليميرو تلعب بهم بيار نورمال تفجر بهم الوغ دونك هذه هي ليميسيون تاعنا فيها الضحك فيها شويه هات لا جوا ماتينال مليحه للمشاهدين تاعنا حنايا اليوم راح شكون هما موافق ديري شو يقولوا لي تيربون هذو لي تيربون تاع شعار يديرهم افريكا تري على مود بون الرجال ما يديروهمش الرجال يديروا الشاش يديروا الشاش 33 تور الشاش فكرتني في التحدي تاع جاني 33 تور ما فهمتش 33 تور تسمى الدور 33 برا بون جو سي فاقد من يخرج هذا صح درناهم صح و 33 انا درنا الترقي انا الحق طريستو طريس حبس يكون طويل شاش دوك اليوم راهي رايحه تحكي لنا نسرين على نشوفوا ان فيديو اللي درتيها تحكي فيها على لي تكنيك كيفاش نديروا لو توربون فوالا تيتو توربون تيتو نشوفوه نعاودوا نولوا
بني طيبة في الحمام. إذن شفنا مشاهدينا هذه النسرين كي كان شعرها طويل وكانت تدير نوادر، مازال ما دارتش نوادر، لا كنت تدير نوادر. دوبي لاج دو 3 زون لابسه نوادر، مي كان فيها غير 3 سنين. مي دارت لنا تيتوريال قبل ما تقطع شعرها، فوالا دونك هذه هي نسرين، نحييك على هذا الفيديو اللي توري فيه كيفاش ديروا لي تيتوربون. سي تخي على مود نشوفوا بزاف لي في وسواه، سي يعني في توندونس، نيس با في لا. ميم دركا ميم اللي ما يديروش، ميم المتحجبات بزاف يديروا، كاينين ميثود وين نقدروا نديروها على شكل الخمار تما يغطي كاع الشعر، فاشن وفاشن ستايلش ستايلش. فلا انت تحبي ديري هاد؟ وي انا نحب، مين نحب نديرو ماشي بالشاش، بالخمار كاري، وي بلي فولا باش ندير ان هكا، ان هكايا شغل بابيون. وي بابيون يعني يجي من هكا شغل افريكان وسترونغ ماما، تعرفي؟ وي حبيبي سترونغ ماما. تغني شويه انت يا اسمو؟ لا لا غني انا خاطيني. سمعنا سمعنا حاجه الله غير خاطر، سمعنا غالي سيسي كيما قلت البارحه، سمعنا عيطه سمعنا عيطه برك هكذا والله غير خاطيني. ندير مع روحي باك، خليه ما حبش ما حبش مشاهدينا. قلت لكم تشوفوها في ستوري ديالو بعد ستوري عيطه كيما يقولوا. دوك شفنا الحكايه تاعكم كيفاش بدات، ماتنو انتوما سي كوا لو بوت تاعكم؟ اسكو تزيدوا تنقصوا تبقاو هكذا؟ كيفاش تقدروا تبقاو هكذا؟ كيفاش منا على عام كيفاش راكم تشوفوا روحكم في ال بون؟ انايا نزيد ننقص باسكو مازلت ريجيم، يعني ما كملنا الفينالي تو كملت النجم الرابع، مي مازلت اون ريجيم، ماني حابه نزيد ننقص اكثر. وسختو اسكو فوز افي غاردي هذيك لا روتين كي كنتو في بوندون ليميسيون؟ توا سي سبور تاكلو؟ سبور كنا نديرو باسكو لحقت بينا قبل لا فينا حتى نديرو 3 فوا باغ جو. دوكا نو دوكا مانيش نقدر ندير اون سول فوا. كي قصتي لا بروميير فوا غنالك. انا عندي لا فيديو هنايا، ما حبيتش تغني يا نو. شوفوا هذا الفيديو كي غنى لها الفله ويزيد يغني لك تزيدي تنقصي ان شاء الله. خير يا وجوه المحابة، قهوتكم باردة ومقرطكم يابس. على خير خير يا وجوه المحابة، قهوتكم باردة ومقرطكم يابس. هايلا تعرف تغني ولا تعرف تغني؟ مي خلوا لنا ليماج هذه في ليكرون، عاود رجع لي ليماج هذه باش نشوفوهم، شوفوا كيفاش كان. شوف دونك فريمون شونجمون راديكال و ترانسفورماسيون ترانسفورماسيون. ميم كي إلا بيردو دو كيلو دوكا ولا في ليميسيون؟ انتوما شحال انت شحال نقصتي؟ قبل البرنامج ودوكا كيما راكي دوكا 50 كيلو رطل. شحال كنتي توزني؟ 126 ايه وكاني 75. الله يبارك، دونك فريمون كوراج. 50 50 كيلو، 71 51 كيلو. وانت يا انا كنت 126 ودوكا راني 77 77 77 بصح دوكا راني نزيد شويه مع راني نزيد ماس مسكيولار. تري بيان باسكو ديت هذاك البروغرام تاع ايبرتروفي مسكيولار. فوالا دوكا راني ستابيليزاسيون. نعم تطويل يعني حتى تلحق 80 كيلو عادي. نقدر نلحق حتى 90 مسكول معليش. باسكو انت طويل راك طويل عليا ديجا والله يبارك. دونك واحد كيكون طويل تقدر تكون عندك ان سيغتان بوا تقدر ترفدو. نو دوكا مسكيلاسيون وماكله نقيه شغل وين حتى ذاك مانيش انتريجي ديجا ما نقدرش انتريجي. خلاص دوكا يعني راكو شادين عادي في ال وي تشد باسكو علاه انت تبني فيها راسك باللي ان كوبير تاع سيمو نحيتها من حياتك، حبست خدمه والديك ما شفتهمش كذا ومن بعد مع الاخر شغل تريشي تاع تولي كيما كنت شغل سي قرار. واسكو دوك راك دوك عندي لافوبي باش نزمان شغل نخاف هكا نحلع صوحي في المرايا باش نشوف. ميم جو بونس ميم لي كاردروب تاعكم بدلتوهم كاع دونك. انا مديتهم لحقت مديت كاع كاردروب. واش دير بهم؟ عندك ما دير بهم؟ انا غاطوني حوايجي المراه دائما اللي غيطيها حوايجها. مي كون فيم واش ديري بحوايجها دوك؟ خلاص بزاف لو بونسي هذا. مي تسمى عاودتو شريتو حوايج جدد كامل باش تقدروا تلبسوهم. طولنا باش عرفنا لا تاع اكزاكت كيما انا توجور كنت نقول انا من 46
نهلي حنا خيرو في لاغوب سواري قلت لها كاني 42 سي بيان دونك عبالك شيء محفز جدا. انا بور ما كما قلت في بدايه هذا يعني الفقره معكم انه نشوف باللي ماشي واحد نقص وزن، واحد كان سمين ونقولوا حنا شيان بالعاميه تاعنا، ولا واحد كان اوباز ونقص الوزن ديالو، ولكن نشوف باللي كاين واحد الطاقه ايجابيه، واحد العزيمه اللي انتم دوكا بايزم تقول لي ندير ان بروجي تقول لك تقدر تنجح. انا فيها انا هكا نخمم باسكو واحد اللي يقدر الماكله هذا البوف لا بوف سي تري ديفيسيل باش نحاربوها. حتى الناس اللي وصلت احنا نعرفوا ناس ربما وصلوا في مسؤولين تاع شركات مفكرين تلقاها ما قدرش ينقص الوزن، يسهر باش يقرا يسهر باش يخدم دار ثروه تاع دراهم بصح باش ينقص الوزن صعيب عليه. كاين لي موفيز ابيتيد لي مونت فوالا. دونك باش تقدر تلحق تنقص الوزن هذا باش تنحي 55 كيلو يعني انت نحيتي قيس نسرين سرين برا من برا فوالا. البارح قلت له واقده في ستوري قلت له باللي تخيلوا واحد ينقص الوزن ديالك انت تولي ما كاش، انا لو كان نقص 50 كيلو نولي ما كاش نولي مور فيبرك فيصل ما كاش بابر كيما انا قالوا لي لا راحت بقات غير الفا. دونك فوالا نحييكم على هذا المجهود وجيسبيغ الناس كامل اللي عندهم زياده في الميزان يقتادوا بكم فوالا. وماشي عيب انه واحد يكون سمين لي سوفي برك ما تحشمش بروحك باسكو انا كنت اسمح لي قطعت كلامك باسكو انا كنت نشوف الناس هذوك في اليوتيوب كاين بيك ترانسفورميشن كنت ندخل نشوفهم تموتيفا بهم كان سمين بعدا تيدير فيديو ابخي 100 نهار ولا ابخي 200 نهار شغل هكا كنت متموتيفا بهم كنت نشوف ذا بيجست لوزر كنت نشوف دونك كنت نشوفهم كانوا يموتيفوني يعطوني الدافع باش نتحرك. فوالا دوك انا حبيت نديكم فولي واحد اخر كامل تبعوا شويه سينما شويه هوليوود شويه فوالا. انا في البرنامج حبيت شاك فوا ندير في 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 لافان هذه الفقره الثالثه هذه نديرها ديتونت ونحكي ونضحكوا ونقصروا ونشوفوا شويه سينما باسكو السينما العالميه هي اللي تعطينا داك السينما فيها واحد الانسبيراسيون وتخليك توجو تحب تبدع كي تشوف افلام جديده. شكون منكم ما شافش افاتار اللي داروا جيمس كاميرون صافي جو بونس 10 ans ولا بلوس عام 2007-2008 خرج الفيلم هدايا وحقق رواج كبير. اليوم حاب جيمس كاميرون كتب الجزء الثاني وحاب يزيد يخدم الجزء الثاني تاع هذا الفيلم بعد طلب من الجمهور اللي تبعوه وبقى يشوف فيه. نروحوا نتعرفوا على هو مازال ما داروش ولكن يقول في 2020 ان شاء الله نديروا. نشوفوا هذا التقرير اللي اعدته كذلك الزميله نسرين خلوفي ثم نعود. أنا رح نشوفوا فيلم أفاتار الجزء الثاني اللي كل مرة تطلع حاجة جديدة ويأخروا عرضه، حيث قال مخرج الفيلم والمؤلف دياله جيمس كاميرون أنه حاب الجزء الثاني من الفيلم أفاتار يكون أسطوري وملحمي بشكل خيالي ما يتصدقش، وراهو حاب يدخل تكنولوجيا جديدة في التصوير كما عمل في الجزء الأول من الفيلم. فالجزء الأول كان حقق أرباح قياسية وكان هو أكثر فيلم ربحاً في أفلام السينما حيث لحقت الأرباح دياله إلى 800 مليون دولار، وحسب رأي بزاف من الناس أنه فيلم أفاتار الجزء الثاني هو أكثر فيلم راهم يستناو فيه من أعوام. If I told you about her, the princess without voice. You believe you'd be the one to unite our two worlds. Now I need something more. فيلم المفروض راح يطلع في 18 ديسمبر 2020 لكن للأسف يمكن راح يزيدوا يأجلوه بسبب ضخامة الميزانية دياله اللي راح تكون أضعاف ميزانية الجزء الأول والأكبر ميزانية في تاريخ السينما الأمريكية، والميزانية دياله من المتوقع راح توصل ل 500 مليون دولار وهذا الرقم عمره ما وصل ميزانية الأفلام السابقة. هذا الفيلم يستحق مكانته في تحطيم الرقم القياسي للإيرادات ويستحق تقدير الجمهور له والنقاد كذلك، وبلا شك التاريخ راح يخلده لأنه نهار راح يدرسوا الأفلام السينمائية في المستقبل راح يحبسوا قدام فيلم أفاتار بسبب تقنيات العالية اللي صنعوا بها هذا الفيلم
والسؤال هنا كيف صنعوا فيلم أفاتار اللي تصنف من أفضل الأفلام في تاريخ الأفلام السينمائية واللي دار ضجة في عالم صناعة السينما والخدع البصرية وتقنيات العرض. إليكم أعزائي بعض الحقائق اللي ما تعرفوهاش على هذا الفيلم، أنه كتبوا المخرج والمؤلف ديالو جيمس كاميرون قبل 11 سنة من التنفيذ أي صناعته، وأن فيلم أفاتار تفوق على فيلم التيتانيك اللي حقق إجماليات الإيرادات بلغت 1.8 مليار دولار وقعد متربع على العرش الإيرادات لمدة 11 عام، حيث تفوق عليه أفاتار وحقق 2 مليار دولار في 3 أسابيع من عرضه. بو شفنا هذا الروبورتاج فيلم أفاتار اللي دار حاله، وشفنا تصور بزاف شابة، 500 يقدر يلحق 500 مليون دولار الميزانية ديالو، دونك راح يقدر يكون أكبر فيلم في تاريخ السينما العالمية دي كونسومي ان بيجي كيما هذايا. سي انورم كولوسال بيجي نيو بي ان امبير. كيفاش السينما تقدر تستحوذ على هي وحدها خير من شركه، يعني تخدم فيلم خير من بالك سوسيتي واش تخدم في سنوات تاع انتاج. فوالا دونك انا نشكركم، ما بقناش بزاف وقت، حوالي دقيقه ولا حبيت تحكوا لي برك شحال ولايه زرتوها. شفتكم كاع في بزاف مناطق الجزائر هايله لي ميسيون اللي درتوها، كنتوا بزاف. زرنا 6 ولايات، بدينا بجانات تيك، بدينا تيك جدا، جانات، بومرداس، طيف، خراطة اللي رحنا لها بزاف، بجاية كان فيها الكومبلكس تاعنا، بجاية وسطيف. وتروحوا ديروا لي روندوني شو على كاين تحديات كنا نديروهم فما في تشالنج. وي كاين تحدي الثلج، تحدي الصحراء، هو الصعيب فيه زوج تاع الصحراء، زوج تاع الصحراء في البحر، كنتوا في الشاطئ بحر في بوليا موتا فوالا بوليا في خراطة درنا فيها زوج، تحدي الطائرة الورقية وتحدي الألوان، وفي الجميلة درنا تحدي تاع الصومو. انت الغاية جبونس درتو في تاع البحر هذيك تاع الرمل. دونك هاد التحديات هادو علما انه كلهم مدروسين ماهمش هكا كبر. وي كانوا توجو اشاك فوا حنا كنا نطلعوا في الاكتيفيتي فيزيك ونكونوا ولينا سبورتيف كثر، تحدي اشاك فوا كل ما يزيد يصعب. توجور عنده هدف هذا التحدي، توجور عنده بوت. دونك مليح ثاني هات لي جو هادو، ما سي لي جو بصح في الحقيقه ما يعاونونا باش نقصوا البوا تاعنا ويعاونونا ممتعين خير من اللي تروح بالك دير سبور فلاصه. فوالا جو بونس خير من سبور. انا واحد كيقول لي باسكو فيها اللعب فيها الضحك. فوالا عندي في كيما هذا نضحكوا نلعبوا وانا نقصوا اكزاكتو في الميزان ديالنا. يعطيكم الصحه، ما بقاش الوقت، الوقت جاز معكم يجري، الساعه جات تجري تجري تجري، انا ما حسيتش بها. نشكركم كثير، شكرا لك وليد منصور الفائز بلقب النجم الرابح، وانت الان نجم فعلا، مبروك عليك مرة، ويعطيك الصحة اللي جيت معنا اليوم في البرنامج. شكرا لك فلا الزميلة الصحفية والمشاركة في برنامج النجم الرابح، يعطيك الصحة مرة. والله فريمون جازت هايلة. الحمد لله، انا نفرح كي تقولوا لي جازت هايلة وفيفا وكذا، مرحبا بكم والدار داركم والبلاد هذه قناتكم. الله يحفظك. دقيقة اللي شان اخي تاعكم نعطيكم كاع البيئة كاع نعطيها لكم ماشي خسارة. هيلتي ناس، شكرا جزيلا لك، شكرا فيصل، يعطيكم الصحه لي زانفيتي، و سي ان اكزومبل ا سويفغ، ولا غير يعطيكم الصحه، سي سا دون دو ليسبور لي جون، يعطيكم الصحه، كاين تكامل بيناتكم اكزاكتوم. هضرنا بزاف على الماكله اليوم، دونك نجي نتلاقى بك ان شاء الله الاسبوع الجاي في مواضيع جديده وفي دراسات اخرى، نتكلموا كذلك على مواضيع تهمكم انتم مشاهدينا. يعطيكم الصحه، شكرا اللي كنتم معنا. تقدروا تتواصلوا معنا طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على كذلك يوتيوب، وكذلك على الانستغرام. تقبلوا تحياتي انا فيصل بوعروه وتحيات كل الطاقم العامل معي هذه الصبيحه. سلام.